واسمح لي فخامة الرئيس هنا قبل ما أكمل كلمتي أن أنا أخرج عن هذا عن النص اللي موجود، وأتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر، وأوجه كلمتي أو نداء الأول إلى الشعب الفلسطيني وأقول له مهم قوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأقول وأوجه نداء للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. نداء إليكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا أنا بخاطب هنا الرأي العام في إسرائيل، بقول له لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. وكلمتي الأخرى إلى أو نداء الأخير إلى كل الدول المحبة للسلام والاستقرار، إلى كل الدول العربية الشقيقة أن تساند هذه الخطوة الرائعة، وإلى الدول باقي دول العالم أن تقف بجانب هذه الخطوة التي إذا نجحت ستغير وجه التاريخ. وإلى القيادة الأمريكية، إلى الرئيس الأمريكي نداء، لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة. ثالثاً، لا يمكن تصور وجود مستقبل النظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملذات آمنة. وبصراحة شديدة، فلا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس، وتعين على أعضائه على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة الإجابة عن الأسئلة العالقة التي نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا.